الداخلية تقول إن الجهات المختصة فجرت سيارتين مفخختين في عقدة طريق المطار بدمشق وحاصرت الثالثة التي قام إرهابي يقودها بتفجير نفسه. بفضل قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري عم يحبطوا كل الأعمال الإرهابية. نحن بفضل الجيش وفضل الشعب الصامد إن شاء الله صامدين. المواطنون يشيدون بجهود القوى الأمنية ويؤكدون على حتمية دحر الإرهاب. وفي ملفات الحدث أيضا، المحاولات لفبركة سيناريو لاستخدام الكيميائي في عين ترمة تتهاوى أمام الحقائق في مشهد يسقط مجددا رهانات رعاة الإرهاب. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من استوديو الحدث. محاولات إرهابية لاستهداف المواطنين الآمنين عبر إرسال ثلاث سيارات مفخخة بغية تفجيرها في الأحياء الآمنة بدمشق. الجهات المختصة قامت برصد هذه السيارات ومتابعتها وتمكنت من تفجير سيارتين في منطقة عقدة طريق المطار وطاردت الثالثة وحاصرتها. فقام الإرهابي الذي يقودها بتفجير نفسه في ساحة التحرير بمنطقة باب تومة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين وأضرار مادية. مصدر عالمي أكد أن تمكن الجهات الأمنية من إفشال وصول الإرهابيين إلى أهدافهم قلل من عدد الشهداء والجرحى، حيث كان الهدف حصول التفجيرات في أماكن مكتظة في أول أيام العمل بعد العطلة، مما كان سيؤدي إلى سقوط عدد كبير جدا من الضحايا. قال بيان صادر عن وزارة الداخلية إنه عند الساعة 6:15 من صباح 2 تموز، ونظرا للانتصارات الكبرى التي يحققها الجيش العربي السوري في الميدان وفي تصعيد إجرامي جديد لداعمي الإرهاب وصانعيه، أرسلت التنظيمات الإرهابية ثلاث سيارات مفخخة صباح اليوم بغية تفجيرها في الأحياء الآمنة بدمشق، حيث قامت الجهات المختصة الساهرة على أمن البلد برصدها ومتابعتها لمنعها من الوصول إلى أهدافها، فتمكنت من تفجير سيارتين في منطقة عقدة طريق المطار وطاردت الثالثة وحاصرتها. فقام الإرهابي الذي يقودها بتفجير نفسه في ساحة الغدير بمنطقة باب تومة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة والمنازل السكنية والآليات المتواجدة في المكان. وأكدت الوزارة أنها وبالتعاون مع الجهات المختصة تقف بالمرصاد لمثل هذه الأعمال الإجرامية الجبانة، وستعمل جاهدة لقطع دابر الإرهاب، ولن تتهاون في ملاحقة الإرهابيين التكفيريين القتلة. وأهابت الوزارة بالإخوة المواطنين إلى ممارسة دورهم بالتعاون مع الجهات المختصة في الإبلاغ عن أي حالة مشبوهة والإدلاء بأي معلومات لديهم تتعلق بنشاط الإرهابيين وتحركاتهم، حفاظا على أمنهم وعلى أمن الوطن واستقراره. المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية قال إن الجهات الأمنية أفشلت المخطط الإرهابي، مشيرا إلى أن ورشات المحافظة بادرت إلى إعادة الأمور إلى ما كانت عليه. ما حدث هو فشل للإرهابيين ونجاح للجهات الأمنية اللي تعاملت مع هذا الاستهداف
النجاح، وإن كنا قد خسرنا بعض الشهداء الرحمي على أرواحهم، وهناك بعض الجرحى والمصابين في المشافي سيعالجون إن شاء الله، إلا أن النجاح الجهات المختصة الأمنية كان في إفشال المخطط الذي كان يستهدف مواقع تكتظ بالسكان، وخصوصا نحن عائدين من عطلة عيد الفطر السعيد. طبعا ورشات المحافظة كما ترون بادرت في إعادة كل شيء إلى ما كان عليه. خلال ساعات إن شاء الله تكون كل البنى التحتية والشوارع وقد عادت، إضافة إلى بعض المنازل التي تضررت من خلال لجان السلام الإنشائي ولجان تعويض الأضرار أيضا سوف ترمم. وهذا هو حال كل مرة يتعرض فيها الوطن لعمل إرهابي، تتضافر كل الجهود من كل الجهات كي تعيد الأمر إلى ما كان عليه، وهذا يدل على قوة وصمود الدولة السورية بشعبها وجيشها وقائدها السيد الرئيس بشار الأسد. الدكتور بشر الصبان محافظ دمشق قال إن إرادة الشعب العربي السوري ستنتصر، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من إفشال وصول الإرهابيين إلى أهدافهم. الله يرحم شهدائنا ويعافي جرحانا، والله يعطي العافية للقوى الأمنية الساهرة على أمن الوطن والمواطن. طبعا المعلوم كانت الأهداف بضمن المدينة بأماكن مختصة بالعاملين وبالسكان القاطنين في مدينة دمشق ليلحقوا أكبر ضرر وأذى بمواطنينا القاطنين دمشق، إلا أن الأجهزة الأمنية بمعلومات الحمد لله واردة إليهم بمتابعاتهم الحسيسة عملوا كمينين على طريق المطار، من خلال هاي الكمائن استطاعوا أن يفجروا أو يتعاملوا مع السيارتين المفخختين والعناصر الإرهابية الداعشية التكفيرية، هدول عصابات طبعا نصر قواتنا المسلحة الباسلة وتضحيات شهدائنا وبطولات الجيش العربي السوري على امتداد ساحات الوطن. رد الفعل الطبيعي لأولئك الأفائقين أنهم يعملوا تفجيرات بين المواطنين ليبسوا الزعر والرعب. إرادة الشعب السوري بالحياة وإرادته بالنصر لابد أن هي تنتصر، وتلاحم الجيش مع الشعب مع القائد هو عنوان نصرنا إن شاء الله الأكيد القادم. ما في شك الله يرحم شهدائنا، فقدنا اليوم عدد من الشهداء، عنا عدد من الجرحى، في عدد من المنازل تضررت، البنى التحتية تضررت بغالبها أماكن التفجيرات، بس الحمد لله منقول الكمائن صارت بموقع لحق أقل الأضرار مما لو دخلوا إلى ضمن المدينة. أنا برجع بأكد لو تم الدخول إلى داخل مدينة دمشق بتعرفوا الازدحام واكتظاظ السكان، واليوم أول يوم عمل والتعامل الأمني تم مع الإرهابيين بساعة مبكرة، يمكن كإعلام كهي درينا بالسبعة ونص، دريتوا بالسبعة وربع سبعة ونص، بس الأمن عم يتعامل كان من الساعة الخامسة صباحا. من جانبه قال لواء محمد خير إسماعيل قائد شرطة دمشق إن الجهات الأمنية لحقت السيارات المفخخة وقامت بتفجير سيارتين، فيما قام إرهابي في السيارة الثالثة بتفجير نفسه. علمنا من الصباح الباكر أنه في ثلاث سيارات وضعها مشبوه وقد تكون فيها في مواد متفجرة، عليه نحن قمنا باستنفار كافة الأقسام الشرطة بما فيها المرور والنجدي والجنائي وأقسام الشرطة المعنية. تمكنت إحدى الجهات الأمنية بملاحقتها، نحن كنا قبل هون كنا قطعنا الطرقات، قطع الطرقات على الطريق المؤدي من المطار إلى باب شرقي. تمكنت إحدى الجهات الأمنية بملاحقة السيارات وقامت بتفجير سيارتين، السيارة الأولى كانت عند جامع الفلاح والسيارة الثانية مقابل كلية الهندسة الهمك. السيارة الثالثة استطاعت الهروب ودخلت في شوارع باب توما بطرق معاكسة بمخالفة السير، واستقرت بها الساحة الموجودة الحالية أنت شايفينها، وقام بتفجير نفسه. نتيجة التفجير هون صار في عنا أضرار كبيرة بالبناء وبالسيارات اللي كانت بجانب الطريق. عنا الأضرار اللي هلق الموجودة كانت 3 سيارات حرق بالكامل، هنا كان أخوي بعض الأخوة المواطنين كانوا موجودين هون بالساحة متواجدين، أثناء وجودهم تم الانفجار احترقوا بالكامل. يعني نحن هون على الفور نحن أجت دورياتنا طوقت المكان وقامت بإسعاف المصابين إلى المشافي ونقل الجثث إلى المستشفيات. يعني نحن لما تشوفين هلق نحن صار عندنا أضرار كبيرة بالأبدية، عندنا 3 سيارات حرق كامل هون وأكثر بشي حوالي 56 سيارة أضرار مادية وعندنا كم
ولمناقشة هذه الملفات الميدانية والسياسية نرحب بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو الأستاذ مهند حاج علي عضو مجلس الشعب. أهلا بك أستاذ مهند، مساء الخير. وينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت العميد محمد عباس الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيادة العميد. تحياتي لكم والرحمة لشهدائنا الأبرار. مرحبا بك، الرحمة على أرواح جميع الشهداء في هذا الأجواء. أبدأ معك أستاذ مهند، إذن تفجير إرهابي اليوم، ماذا وراء العودة إلى التفجيرات الإرهابية من قبل المشغل هنا؟ أتحدث في وقت تتلقى فيه الأدوات الإرهابية الهزائم على الأرض على أكثر من محور. طبعا هذه التفجيرات الإرهابية هي في الحقيقة انعكاس لما يحدث على الأرض وعلى السياسة بشكل عام، فانتصارات الجيش العربي السوري الميدانية على الأرض وانتصارات الجيش السياسي السوري في مؤتمرات الأستانة وجنيف وغيرها هي تقض مضاجع هؤلاء المشغلين وهؤلاء الإرهابيين، فلذلك هم بطبيعتهم الإيديولوجية كأخوان مسلمين أو جبهة نصرة أو داعش أو وهابيين، كل هذه التسميات بطبيعتهم الإيديولوجية عندما يضغط عليهم في الميدان يلجؤون إلى هكذا نوع، مثل ما حدث في أيام الثمانينات في الجمهورية العربية السورية كانوا يلجؤون لمثل هذه الأعمال الإرهابية من تفجير واغتيالات وغيرها. ولكن في النتيجة والمحصلة رحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا والنصر المؤزر لجيشنا الباسل. طبعا نحن نشيد بقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية البطلة الذين استطاعوا كشف هذا المخطط، وكما أفاد السيد المحافظ والسادة الوزراء أنه يوم مختص يوم أحد عودة من عطلة عيد، الشوارع مكتظة، اليوم نتائج الامتحان للثانوية العامة تصدر، هذا يعني أن مجموعة كبيرة من المواطنين سوف تكون في هذا التوقيت تحديدا في الشارع وبالتالي سوف تكون خسارة أكبر، ولكن بفضل جهود هؤلاء الأبطال استطاعوا أن يحبطوا هذا المخطط وأن يخرجوا من هذا العمل بأقل خسائر ممكنة. طبعا نحن لا نقلل، ولكن أي مواطن سوري قطرة دمه غالية علينا، ولكن خرجنا بأقل خسائر ممكنة. هذا على المحور الميداني. بالمحور السياسي طبعا نحن مقبلين على مؤتمر. سوف أفصل بهذه النقطة لو سمحت لي أستاذ مهند فيما يتعلق بالجانب السياسي، لكن سيادة العميد ماذا وراء هذا التصعيد الإرهابي في هذا التوقيت بالذات؟ ما الذي يعمل عليه مشغل الإرهاب الذي يفقد أوراقه في الميدان؟ بداية تحياتي لكم. أهلا بك الكريم ولمشاهدي قناتكم، والرحمة للشهداء الأبرار من المدنيين الأبرياء الذين سقطوا في هذا التفجير الإرهابي اليوم، والشفاء العاجل للجرحى. طبعا هذا ليس غريبا على هؤلاء الإرهابيين، دائما عندما كان الوضع الميداني يميل لمصلحة الجيش العربي السوري بعد كل إنجاز وحققه الجيش العربي السوري كانت التفجيرات تحصل إما بدافع مباشر من قبل الإرهابيين أنفسهم أو من قبل مشغليهم. هذا حصل في كل المحطات سواء في حمص بعد المصالحات التي أجريت، كان دائما عندما تتقدم المصالحات أو يتقدم الجيش كان يحصل التفجير في الزهراء، هكذا حصل في حلب وفي كل المناطق الأخرى وأيضا في دمشق. في دمشق منذ بداية الاعتداءات على منذ بداية العدوان على سوريا وبعد كل فشل هجوم كان يحصل باتجاه دمشق كانت التفجيرات تحصل وكان الإعلام يغطي عليها وكان الإعلام يتجاهلها، الإعلام المعادي طبعا، لأنه كانت بالنسبة له هذه الجرائم هي مكملة للعدوان على سوريا. وكما ذكر ضيفك العزيز أنه هؤلاء يعني ليس فقط هدف، يعني هذه العمليات لن تغير من واقع الأمر السياسي شيئا، هي عمليات تدخل في صلب إيديولوجية هؤلاء، هي الانتقام من الدولة السورية، الانتقام من الشعب السوري الذي وقف إلى جانب دولته وجيشه. وهكذا كمان كما أشار ضيفك عام 80 كان الرئيس الراحل حافظ الأسد أعطاهم مساحة من الحرية للتحرك، قاموا باعتداءات وتفجيرات لم تكن ستخدمهم في الهدف السياسي. هؤلاء هذه الإيديولوجيا تتضمن قتل وإرهاب وانتقام، هذا بالتحديد، لأنهم يعتبرون كل من ليس يوافقهم الرأي هو وبالتالي يعني مسألة قتله مسألة طبيعية. نحن نقول أن الإنجازات للجيش العربي السوري المحققة
لم تؤثر عليها مثل هكذا عمليات. طبعا لا نستهين بهكذا عمليات، ولكن اريد ان اشير الى نقطه اخيره، انه تفضل. الاجهزه الامنيه يعني الشوف الجزيل للاجهزه الامنيه التي كانت تتوقع منذ حوالي اسبوع ان هناك تحضيرات لاجراء لتنفيذ تفجيرات، وتمكنت هذه القوى الامنيه من تدمير سيارتين، اما السياره الثالثه وهذا يحصل في كل دول العالم، يعني تمكنت من الوصول الى ساحه التحرير وايقاع هذا العدد. ربما لو كانت كل السيارات وصلت الى اهدافها وخاصه في وقت الذروه لكان عدد الشهداء اكبر، والحمد لله يعني مثل ما قال ضيفك العزيز لن نستهين بعدد الشهداء، شهيد واحد يسقط هو خساره للوطن وخساره للبلد. الرحمه لارواح الشهداء، ولكن يعني هذه التفجيرات نحن نتوقع اكثر منها. طبعا بفضل الاجهزه الامنيه يمكن الحد من عدد هذه التفجيرات ومدى تاثيراتها، ولكن طالما الارهاب يتراجع، طالما سيحاولون الانتقام من المدنيين، انتقام من الوضع الامني السيء في سوريا من قبلهم مباشره او من قبل المشردين. نعم. اعود اليك استاذ مهند، كنت تتحدث عن الجانب السياسي، طالما كان هناك استحقاقات كنا نشهد تصعيد ارهابي على الارض، سواء تحدث عن اجتماعات جنيف واليوم استنا، هذا التصعيد الارهابي اليوم يستبق اجتماع استنا المقرر في الرابع والخامس من الجاري، ماذا في التوقيت السياسي لهذا التصعيد؟ طبعا مثل ما تفضلتي حضرتك، دائما قبل الاستحقاقات السياسيه سواء كان اجتماعات جنيف او استنا، هذه الاستحقاقات التي ينتصر بها الجيش السياسي السوري ويقود البلاد نحو الأفضل ونحو تسويات ومصالحات وإلى ما هنالك من أمور قد توفر علينا الكثير من الدماء في قتال هؤلاء الإرهابيين، ونجبر البعض منهم على التوقيع على اتفاقيات وإلى ما هنالك من تفاصيل سياسية. دائما يسبق هذه أعمال إرهابية، في السابق كان يسبق ذلك هجومات موسعة للمسلحين، ففي عام 2014 كان هناك هجوم كبير على مدينة حلب، عام 16 و17 كان هجوم كبير على مدينة حماة، وحاولوا أن يغيروا من الجغرافيا السياسية. الآن المسلح أو مشغل المسلح يعرف أنه لا يستطيع أن يغير في الجغرافيا السياسية على الأرض، لأن بسبب صمود أبطال الجيش العربي السوري، بل على العكس هو يخسر الأرض، وتنظيم داعش في نهايته وعلى الأبواب، ومنذ يومين حلب أعلنت خالية تماما من تنظيم داعش. كل هذه الأمور تسوقهم إلى أفعال انتقامية، معتمدين على إيديولوجية الإخوان المسلمين أو إيديولوجية جبهة النصرة من القيام بتفجيرات أو القيام بتفخيخ هنا وهناك للمحاولة للتأثير على طاولة المفاوضات، وللتقليل من الشأن الذي للتقليل من العامل الأمني الذي أساره السيد الرئيس بزيارته في العيد، عندما خرج بدون مرافقة، عندما خرج لوحده مع عائلته وزار مصابين وجرحى الجيش العربي السوري، رسم الصورة الحقيقية للجمهورية العربية السورية ولسوريا ولأرياف سوريا أنها آمنة، وأنه كرئيس دولة يستطيع أن يتجول مع عائلته بدون حراسات. هذه محاولة أيضا التفاف سياسي على هذا الموضوع، أن هذا الموضوع غير صحيح وأن هناك تفجيرات وتفخيخات وما إلى هنالك من أمور. يعني موضوع الاستهدافات، تحاول دائما الجهات الأمنية التأثير بشتى الوسائل عن هذه من هذه النواحي، الاستثمار في التفجير من أكثر من ناحية، التأثير على مؤتمر أستانا، التأثير على الناحية الدعائية، طبعا على التأثير على الواقع ورسم صورة مغلوطة لما يحدث في الجمهورية العربية السورية وانتصارات الجيش. بما أنك تتحدث عن الانتصارات المتتالية للجيش العربي السوري، ننتقل مباشرة إلى ريف حلب الشرقي لمتابعة آخر تطورات وهذا التقدم المتسارع للجيش العربي السوري مع مراسل الإخبارية السورية وليد هناي. تحية لك وليد، لو تضعنا في صورة آخر تطورات لديك، هل تسمعني؟ نعم، حياكم الله متابعي الإخبارية السورية من جنوب شرق مدينة حلب بالتحديد. النقاط التي استعادها الجيش العربي السوري، أنا أتحدث عن مسافة 1500 كيلومتر مربع استعادها الجيش العربي السوري جنوب شرق بلدة خناصر وسلسلة من الجبال والتلال الاستراتيجية، أهم هذه التلال تلة السريتل والطريق القديم لحلب الرقة، هذا الطريق المتواجد على شمال عدس
الأسد الإخبارية السورية وشمال أيضا التلال الاستراتيجية. هذه العمليات هي أتت بعد وضع عناصر تنظيم داعش الإرهابي في تخبط كبير عبر وصول قوات الجيش العربي السوري من بلدة إثريا باتجاه الرصافة، وبعد التقاء القوات عند تلك النقطة وضعت تنظيم داعش الإرهابي في الحصار ضمن هذه التلال والقرى والمناطق الاستراتيجية. الجيش العربي السوري دخل إلى هذه القرى بعد وضع التنظيم في وضع يعني مؤثر جدا، ما جعلهم في تخبط والتراجع والفلول باتجاه الشرق السوري. أنا أتحدث بالفلول باتجاه يعني دير الزور ومرورا بالسخنة وعدد من المناطق الأخرى. الجيش العربي السوري استعاد هذه النقاط وسيطر على عدد من التلال. كانت هذه التلال تتواجد فيها تحصينات كبيرة لتنظيم داعش الإرهابي. هنالك أنفاق بمساحة كبيرة بعمق مرتفع الأرض حوالي 15 مترا. هذه الأنفاق كان يستخدمها التنظيم للتحصين الكبير. هذه الأنفاق أيضا لم يعني يستهدفها كان أي من الضربات، كون هنالك مسافة حماية اتخذها عناصر التنظيم، ولكن عبر الحكمة من قبل أبطال الجيش العربي السوري دخلت إلى التلال والأنفاق المتواجدة فيها وقتلت من قتلت من عناصر التنظيم ودمرت أسلحتهم وأدوات إجرامهم. أيضا الجيش العربي السوري عبر توسيع عملياتها العسكرية دخل ووصل إلى حقل أدريهم الاستراتيجي. هذا الحقل هو عبارة عن بحوث علمية تحصل في كافة التجارب الزراعية وغيرها من التجارب الأخرى. الجيش العربي السوري وصل إلى الحقل الذي يبعد عن مدينة حلب حوالي 70 كيلو متر مربع. المساحة الكاملة التي استعادها الجيش العربي السوري بعيدا عن محور العمليات إثريا الرصافة استعادها الجيش العربي السوري عند هذه النقطة وهذه السلسلة على حوالي 1500 كيلو متر مربع. يضاف إلى ذلك تدمير عتاد وأدوات المسلحين والعثور على عدد من الأسلحة المتوسطة والذخيرة الناعمة التي يعني كانت تتواجد لدى عناصر تنظيم داعش الإرهابي. نحن وجدنا عملية تدمير كبيرة للبنى التحتية ورصدنا واقع هذه الدمار عبر تقارير مفصلة. هنالك عمليات يعني تدمير تأتي من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي للبنى التحتية، برج السرياتيل وعدد من النقاط الأخرى المهمة والاستراتيجية دمرها عناصر تنظيم داعش الإرهابي سواء كان على صعيد التفجيرات أو حتى المفخخات. ولكن كل ذلك أبى الجيش العربي السوري إلا أن يتحداهم ويصل إلى إعادة الحياة إلى هذا المحور، وبالتالي تأمين طريق حلب خناصر. هذا الشريان الوحيد لمدينة حلب كان في وقت سابق مؤمن بعمق حوالي 5 كيلو متر، اليوم أصبح مؤمن بعمق 20 كيلو متر. هذه المسافة هي وصلت حتى يعني الشرق السوري ما بعد الرصافة. إذن عمليات عسكرية مرتبطة بالشرق السوري. الجيش العربي السوري يسعى دائما للوصول والسيطرة على عدد من المناطق. إذن نحن سنوافيكم بتقارير مفصلة خلال الأيام القليلة القادمة ونشرات الإخبارية السورية. هذا كل ما لدي حتى اللحظات. العودة إليكم زملائي في استديوهات الإخبارية السورية. أشكرك على كل هذه المعلومات وليد هناي مراسل الإخبارية السورية في حلب، حيث وافيتنا بآخر التطورات لتقدم الجيش العربي السوري في ريف حلب الجنوب الشرقي. إذا نجدد ترحيب بضيوفنا الكرام، وينضم إلينا عبر خدمة سكايب من برلين الدكتور راضي اسكندر الباحث في الشؤون السياسية. تحية لك دكتور راضي. تحياتي، مساء الخير. مساء الخير سوريا، أهلا بك. إذا تفجير إرهابي ضرب دمشق اليوم، ماذا في التوقيت وما الذي يعمل عليه مشغل إرهاب من خلال هذا التصعيد دكتور راضي؟ سيدتي، في ظل اقتراب بعض الاستحقاقات السياسية وفي ظل الفشل الزريع والاندحار والتراجع للعصابات الإرهابية على جميع الجغرافيا السورية وعلى جميع الجبهات أمام انتصارات وتقدم الجيش العربي السوري وحلفائه في كل الجغرافيا السورية، في الجنوب السوري والجنوب الشرقي وفي الشمال وشمال الشرقي السوري، لم يبقى في يد المشغلين وفي يد الداعمين وفي يد المستخدمين لهذه العصابات الإرهابية سوى استغلال هذه الورقة الإرهابية عبر المزيد من التفجيرات الإرهابية الانتحارية لارتكاب المزيد من الجرائم، لإنعاش وسائل الضجيج وإثارة الضجيج وإشعال النار والدخان
القنوات الإعلامية التضليلية ولاستخدامها في الضغط على نفسية ومزاج الشارع السوري الذي بدأ يعود إلى حياته الطبيعية بشكل شبه كامل، والذي عاد إلى عمله وبدأ يخطط حياته بشكل شبه طبيعي رغم أنه يعيش هذه الحرب العدوانية منذ أكثر من 6 سنوات والتي أدمته وأدمت ودمرت مؤسساته وقتلت الكثير من أبنائه. نعم، أعود إليك سيادة العميد، أطلنا عليك. بالنسبة للواقع الميداني سيادة العميد، إذا تقدم متسارع في أكثر من محور، نتحدث عن سيطرة على أكثر من 1500 كيلومتر بين أرياف الرقة، حلب وحماة أيضا، ما الذي يحققه ذلك بالمعنى العسكري خاصة بالنظر إلى ترابط هذه الجبهات مع بعضها البعض؟ طبعا هناك عدة نتائج إيجابية لما يحصل في هذه المنطقة. أولا التأمين طريق إثريا خناصر بالكامل، وهي كانت تتعرض على الدوام لهجمات من قبل إرهابي داعش، وكانت أحيانا تقطع لساعات وأحيانا قطعت منذ حوالي عام لمدة شهر. أيضا العمليات الإرهابية التي كانت تشن من شرق السلمية باتجاه السلمية في محافظة حماة الشرقية، هذه المنطقة أيضا تقدم الجيش العربي السوري فيها وأنهى الجيب الذي كان موجودا غرب إثريا وباتجاه السلمية. أيضا في ريف حلب الشرقي وريف الرقة الغربي بعد السيطرة على طريق إثريا الرصافة، فتح الجيش يعني ترك ممرا أو معبرا ضيقا للمسلحين الذين استشعروا أنهم متوقون فغادروا المنطقة، ولذلك سمعنا عن الإعلان أن داعش أخلت ريف حلب الجنوبي الشرقي وريف الرقة الجنوبي الغربي، وهذه المنطقة التي تقدم فيها الجيش العربي السوري. طبعا هذه المنطقة التي كان الجيش يشن فيها هجمات على 3 محاور بهدف تحريرها، هي منطقة مهمة جدا وهي ستشكل لاحقا قاعدة الانطلاق طبعا مع ريف حمص الشرقي وريف تدمر. هذه المنطقة أو هذه المساحة الجغرافية ستشكل قاعدة انطلاق لوحدات الجيش العربي السوري التي ستندفع باتجاه الشرق باتجاه دير الزور أو باتجاه الجنوب الشرقي باتجاه الميادين وباتجاه الحدود السورية العراقية. طبعا يعني هنا يجب الإشارة إلى مسألة هامة، أنه المسلحين الذين غادروا الرقة أو الذين يغادرون حاليا ريف الرقة الجنوبي الغربي أو ريف حلب الشرقي توجهوا حكما إلى منطقة دير الزور وإلى منطقة الميادين، وهذا الأمر يعني سيفرض تحديات جديدة، لأن هؤلاء المسلحين سيحاولون استغلال الأعداد الضخمة التي وصلت إلى هناك في سبيل تحقيق إنجازات بمواجهة الجيش العربي السوري الذي لا يزال صامدا في دير الزور. وهذا يفرض على القيادة السورية والحلفاء الإسراع في العملية باتجاه السخنة وباتجاه دير الزور وباتجاه الميادين لتخفيف الضغط عن القوات السورية الموجودة هناك، وأيضا ولاحقا لفك الحصار عن هذه القوة والوصول إلى الحدود العراقية بجغرافيا أو بمساحة أطول على الحدود. يعني نحن نعلم أن القوات السورية التي وصلت إلى الحدود السورية العراقية والتقت هناك مع الجيش العراقي شمال شرق التناف هي اندفعت شمالا، وطبعا يعني باستطاعة هذا المحور أيضا أن يلتف باتجاه الشمال الغربي وملاقات القوات القادمة من السخنة بهدف محاصرة داعش في منطقة دير الزور. نعم، أفهم منك سيادة العميد بأن المرحلة المقبلة سوف نكون مع المزيد من ربط الجبهات مع بعضها البعض، وهنا أتحدث بالتحديد عن حماة وعن ريفي حماة وحمص الشرقيين تمهيدا للوصول إلى دير الزور. صحيح. نعم، أعود إليك أستاذ مهند. أستاذ مهند، أبقى في الميدان والمشهد الميداني اليوم، ما الذي يرسمه هذا المشهد سياسيا؟ طبعا هو دائما السياسة هي انعكاس للميدان والميدان انعكاس للسياسة. في سوريا سيدتي الكريمة الجيش العربي السوري لا يخوض
الإرهاب، بل هو يقود حرب استراتيجية. فتقدم الجيش العربي السوري باتجاه تأمين طريق خناصر إسريا الرصافة، هذا يعني تأمين مدينة حلب بالكامل من ناحية المستلزمات، بالإضافة إلى ذلك مثل ما تفضل سيادة العميد جعلها قاعدة انطلاق لوحدات الجيش العربي السوري للتقدم شمالا وشمالا وشرقا باتجاه مطاردة فلول تنظيم داعش وتحرير باقي أراضي الجمهورية العربية السورية، وبالإضافة للسيطرة الكاملة وإعادة السيطرة الكاملة للدولة السورية على كامل الجغرافيا الوطن السوري. عندما يحرز الجيش العربي السوري هذه الانتصارات الساحقة يعطينا في المدلول السياسي رقم واحد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها غير جادة تماما في محاربتها لتنظيم داعش. هي تملك أحدث الأسلحة وأحدث الطائرات في العالم، وباتوا يتباهوا بأنواع الطائرات التي يقصفون بها التنظيم، والأميرة فلانة والأمير فلان يقود الطائرة الفلانية من قطر والإمارات وغيرها ويقصف المدنيين. وفي النهاية استطاع الجيش العربي السوري بتحالفه مع الجيش العراقي البطل أن يحرز انتصارات وتحرير مساحات واسعة وشاسعة من أيدي تنظيم داعش خلال أشهر بسيطة، بينما استمرت الولايات المتحدة الأمريكية بكامل قوتها وأسلحتها وتحالف عشرات الدول لم تستطع أن تحرز جزء بسيط من هذا النصر. هذا من الناحية السياسية بالمدلول الأول. بالمدلول الثاني طبعا هناك إصرار من القيادة السورية على إنهاء تنظيم داعش تماما ومحاربة الإرهاب وعودة الأمن والأمان، وذلك من الناحية الاستراتيجية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تستثمر بما يسمى جيش سوريا الديمقراطية لدخول مدينة الرقة من أجل أن تكسب نصر سياسي أنها تحاول أن تدمر معقل داعش، ولكن الجيش العربي السوري قام بمعركة استراتيجية وهو الدخول إلى الريف الرقة الجنوبي الغربي والجنوبي للسيطرة على آبار البترول والغاز وإعادتها وإعادة استثمارها لعدة نواحي. أولا من الناحية الاقتصادية، ثانيا من الناحية العملاتية، لأن بما أن الجيش العربي السوري جاد، عندما تريدين أن تحاربي تنظيم إرهابي في البداية عليك أن تجففي منابع الأموال لديه. فبما أنه هذا تنظيم إرهابي ومعترف أنه إرهابي دولي، فقد لا يكون هناك إمداد مالي مباشر له، ولكن هو يعتمد على بيع النفط السوري للأتراك. لذلك كان هدف الجيش العربي السوري هو السيطرة على هذه استعادة هذه الآبار لتجفيف منابع الأموال بالنسبة لتنظيم داعش، ثم توجيه له ضربة قاسمة في معقله والاستنفار. كل هذا يقودنا في السياسة إلى قوة على طاولة المفاوضات. فعندما يذهب المفاوض السوري والجيش العربي السوري يحدث هكذا انتصارات 1500 كيلومتر خلال أيام، هذا يعني أنه يملك الورقة الرابحة والقوية ووسيلة الضغط من أجل تحقيق مصالح وأهداف الشعب العربي السوري. أعود إليك سيادة العميد بسؤال أخير. بما أننا نتحدث اليوم عن الضربات التي يتلقاها تنظيم داعش الإرهابي على الجبهتين السورية والعراقية، نتحدث عن استكمال معركة تحرير الموصل وفي سوريا تقدم في أرياف حلب، حماة، الرقة وحمص وعلى جبهات أخرى أيضا، ماذا ما بعد داعش وما الذي ستنتهجه الدول الراعية للإرهاب؟ وهنا أتحدث عن واشنطن بالتحديد. هل نذهب أو هل تذهب إلى صدام مباشر أم تبحث عن بدائل بمسميات أخرى؟ طبعا دائما في جعبة هؤلاء بدائل. يعني عندما فشل هؤلاء في عز الأزمة السورية، وتحدثنا سابقا عن هذا الأمر، في عز العدوان على سوريا لم يحصل تدخل مباشر من قبل قوى العدوان، سواء كانت قوى عربية أو من قبل الأمريكيين تحديدا. يعني عندما كانوا يدفعون المسلحين باتجاه دمشق ثم تفشل عمليات، يعني كانوا يقدمون لهم التخطيط والتدريب والدعم اللوجستي والتسليحي، ولكن لم يكونوا يتدخلون مباشرة. ولكن بعد ذلك عندما فشل الوكيل حذر الأصيل، يعني الأمريكيون بعنوان أنه طبعا حذروا إلى سوريا، سواء في مناطق سيطرت في الشمال الشرق السوري في الحسغة والقامشلي وريف الرقة، ثم أيضا في بقعة في التنف. يعني في التنف هناك يعني مقولة عجيبة غريبة، أنه الأمريكي بدون أن يستدعيه أحد حضر بضبع مئات من الجنود ثم جلس في التنف داخل الأراضي السورية، ثم رسم خطوطا حمراء ويقول أنه إذا حلقتم فوق قواتي أنا أدافع عن نفسي، إذا اقتربتم من قواتي أدافع، حتى ثم طور هذا الأمر لاحقا إذا اعتديتم على إذا يعني عرضتم حلفائنا للخطر سنتدخل. هذا
التدخل المباشر، ثم جاءت فبركة الموضوع الكيماوي. طبعا الولايات المتحدة في شعبتها مسائل أخرى، يعني دائما بدائل للعمليات، ولكن هذا يعني بالمقابل لدى الجيش العربي السوري وحلفائه بدائل أيضا وخطط مواجهة أيضا. ويعني الموضوع الكيماوي الذي جرى الحديث عنه وفبركته كان يهدف عمليا إلى تحضير الأجواء لعدوان شامل على سوريا بهدف تغيير الواقع الميداني والعسكري الذي يميل بشدة لصالح الدولة السورية وحلفائها. ولكن الموقف الحاسم من قبل سوريا والموقف الحاسم لحلفائها روسيا وإيران أعاق هذا المخطط. لذلك يعني نحن نقدر أن دائما الولايات المتحدة ستحاول التحرش، ستحاول دفع قوة للتدخل مباشرة سواء في الجنوب إسرائيل أو الأردن، أو في الشمال الغربي تركيا، في الشمال السوري تركيا، كما يعني كمان أيضا تركيا أرسلت قوات وهي في الفترة الأخيرة. نفس التصريح الذي قاله الأمريكيون أنه ضربنا الأكراد في عفرين لأنهم قصفوا قوات حليفة لنا، قوات الجيش الحر الحليفة لنا. وهم يعني دائما المنطق هذا انسحب على أكثر من جماعة العدوان على سوريا، كان عند الأمريكي كان بال يعني الأمريكيين بدأوا به، ثم الأفراق يخلدونهم، ثم الإسرائيليين كما يحصل في قنيطرة. يعني هناك تدخل مباشر، عندما يهزم المسلحون يقوم الطيران الإسرائيلي بضرب مواقع الجيش السوري. أيضا في مقولة فاسدة ولا قيمة لها، الإسرائيلي دائما يعني لا يريد ذرائع، يعني لا يبحث عن ذرائع، هو يختلق الذرائع. يقول الإسرائيلي أنه أي قذيفة تسقط داخل الأراضي الجولان المحتل سنرد وعلى الطرف السوري، لأنه سوريا يفترض أن تكون مسؤولة عن مسرح عن 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 الأراضي التي الموجودة في الجانب الآخر. وهذه يعني هذا هزال في الحديث، لأنه بالنتيجة المهم هناك مسلحين يسيطرون على مساحة من الجغرافيا في الجهة المقابلة ويدعمهم الإسرائيلي، ولكن الإسرائيلي علنا بكل صفاقة سيستهدف الجيش السوري عن كل قذيفة تسقط حتى ولو كان مصدرها المسلحين. أنا في تقديري سيستمر، يعني هؤلاء لن تنفض. لكن سيادة العميد، هل أفهم منك بأن المرحلة المقبلة ربما سوف تحمل مزيد من التصعيد من قبل رعاة الإرهاب، خاصة أن الواقع الميداني لا يسير في صالحهم وأدواتهم الإرهابية تتلقى الضربات على الأرض؟ صحيح صحيح، سيستمرون. وأنا قلت في بدء يعني سيستمرون، إذا اعتبرنا هذه الإنجازات لن يقاوموا هذه الإنجازات نكون مخطئين. نحن يجب أن نتوقع الأسوأ، سيستمرون في دعم جماعاتهم، سيستمرون في التدخل المباشر وغير المباشر في الأزمة السورية. ولكن يعني أنا في تقديري ما كتب قد كتب، الجيش العربي السوري وحلفائه وفي الجهة المقابلة الجيش العراقي والحشد الشعبي يتقدمون ويفشلون المخطط الذي هدف منذ الحرب على العراق ومنذ العدوان على سوريا إلى فصل، إلى كسر هذا المحور الجيوستراتيجي الممتد من طهران إلى لبنان وفلسطين مرورا بسوريا والعراق. هذا المخطط بداية فشله ظهرت، ولكن مثل ما أن الخصم قوي، العدو قوي، وهو لن يتراجع. لن أنا أقول بالعدو ليس الأذناب العملاء، أنا أتحدث عن الدول التي ترعى الإرهاب في سوريا، سواء الدول الغربية، دول حلف الأطلسي، وبعض الدول الإقليمية، السعودية ودول الخليج والأردن. هؤلاء يعني الذين ينفذون تعليمات المشغل الأساسي الذي هو الأمريكي وحلف الأطلسي. لذلك يعني نحن يجب أن نبقى في أتم الجهوزية ولا نطمئن، لأن هذه الانتصارات لن يسلموا بها بسهولة وسيستمرون ويملكون الوسائل. يعني إذا قلنا أنهم لا يملكون، يملكون الوسائل، وما حصل بالأمس في دمشق ما هذه وسائلهم لا تزال موجودة. ولكن أنا يعني هم بتدخلاتهم يطيلون الأزمة ولكن لن يستطيعوا تغيير وجهتها. نعم، أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري والاستراتيجي العميد محمد عباس، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. أعود إليك دكتور راضي. دكتور راضي، نبقى في الميدان، من الناحية الاستراتيجية ماذا في الأبعاد التي يتم تحقيقها عبر تقدم الجيش العربي السوري على مختلف الجبهات على كل المحاور التي ذكرناها قبل قليل؟ حقيقة سيدتي ليس هناك ما يمكن أن يضاف على ما قاله سيادة العميد عباس.
وأنا أؤيده في كل ما قاله حقيقة. عنوان المرحلة هو التصعيد، هذه الانتصارات التي يحققها حلف مناهضة الإرهاب واستئصال الإرهاب والدفاع عن السلام الدولي انطلاقا من سوريا لن يسلم بها حلف العدوان اطلاقا بكل بساطة. هو يمتلك الأدوات ويمتلك الإمكانية ويمتلك المؤسسات في السياسة وفي الإعلام وفي الدبلوماسية وللأسف في العسكرة والتسليح. الفشل الزريع الذي منيت به أدواته سواء تنظيم داعش الإرهابي هو يعني ملحوظة فقط. لا يمكن للأمريكي أن يحارب تنظيم داعش الإرهابي وهو من خلقه وخلقه وهو من صنعه وهو من سلحه وموله وأوجد له المجال الحيوي ليعمل به والإمداد المالي والعسكري والتسليحي حتى التغذية البشرية كلها بدعم استخباراتي أمريكي مباشر وغير مباشر. المباشر تم تصوير الطائرات الأمريكية وهي تسقط الأسلحة لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وفي سوريا، والغير مباشر عن طريق الأذناب والوكلاء الإقليميين عصابة النظام التركي ودويلات الخليج الإرهابي مشيخة قطر والسعودية. ليس خفيا على أحد كم دفعوا من المليارات لتسليح وتمويل وتجنيد الإرهابيين والفاشيين من كل أصقاع الأرض وإرسالهم إلى سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية الآن مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفه تشعر بأنها أمام هزيمة بكل المعاني وأهمها استراتيجيا، في تكون يمكن أن تكون مقدمة لخسارة في منطقة الشرق الأوسط لعقود طويلة في الزمن، ولهذا الأمريكي لن يسلم بكل بساطة بهذا الانتصار لا بمعناه الواقعي على المدى المنظور ولا بالمعنى الاستراتيجي. سيحاولون التحرش والتدخل بشكل أو بآخر، لكن هذا كله معروف من قبل القيادة السورية ومن قبل حلف مناهضة الإرهاب، وأيضا كما الأمريكي جاد في إشعاله للحروب وفي استثماره للإرهاب وفي خلقه للإرهاب وخلقه للفوضى، أيضا الحلف السوري جاد في استئصال هذا الإرهاب وجاد في بتر اليد الأمريكية التي تهدف للهيمنة على العالم انطلاقا من منطقة الشرق الأوسط وللتفرد والغطرسة في التحكم في مقدرات وثروات الشعوب. نعم دكتور راضي، أدوارها نعم ذكرت نقطة فقط لو سمحت لي أن أنقلها الأستاذ مهند. يقول دكتور راضي الأمريكي لن يسلم بالتحول في الميدان اليوم، بالتالي هل المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدا أكبر برأيك أستاذ مهند؟ صحيح سيدتي، التصعيد بالنسبة لسوريا وبخاصة في موضوع الكيماوي لم سوف يبدأ، نفصل في ذلك في الملف الثاني بالنسبة للادعاءات الأمريكية. صحيح. وتصعيد الأمريكي. صحيح. فيما يخص الولايات المتحدة نعم الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالح في هذه المنطقة، وهي رسالة تحاول أن ترسلها في البداية والنهاية إلى روسيا الدولة الشقيقة روسيا الاتحادية. عندما خرجت جميع الأوراق السياسية من أيدي الولايات المتحدة الأمريكية بانتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه من روسيا وإيران، عندما يتقدم الجيش على الأرض والمفاوض السوري يكون يحرز انتصارات ومصالحات وتسويات وإلى آخره من هذه الأمور، الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشعر أن الأزمة السورية أو الحرب على سوريا أنها هي أوجدتها ولكن حلولها لم تعد هي من يمتلك أوراقها، فإيران وروسيا هي من يتدخل بشكل مباشر ويجري مفاوضات مع الجماعات المسلحة، وفي بعض الأحيان نصل إلى تسويات معينة ووقف إطلاق نار هنا وهناك. كل هذا المشهد لا يعجب الولايات المتحدة الأمريكية لأنها هي ترى في نفسها الراعي الدولي والقطب الأوحد وهي بحاجة إلى أن تتدخل في هذا، إضافة إلى مصالح معلنة لها طبعا بالحفاظ على الكيان الصهيوني الموجود على أرض فلسطين العربية المحتلة، مصالح إسرائيل يجب وأمن
أولوياتها، وأكبر دليل على ذلك وجود حاملة الطائرات جورج بوش أو وصولها إلى ميناء حيفا. هذا يعني رسالة واضحة لروسيا أن أمن إسرائيل هو رقم واحد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول دائما وجاهدة زيادة استعار من الفوضى والنار التي الموجودة، يعني تسعير الحرب الموجودة في سوريا. كلما خمدت هذا الحرب، كلما انتصر الجيش العربي السوري وحاول إخماد هذه النار، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بهكذا تصعيدات. وإضافة لذلك عامل مهم هو دفع معنويات للجماعات الإرهابية المسلحة المنهارة. فعندما تصل حامل الطائرات الأمريكية وتحاول إسرائيل كما تفضل الدكتور وسيادة العميد بالرد على الجيش العربي السوري على مرابض الهاون هنا وهناك، عندما تسقط قذيفة في الجولان العربي السوري المحتل، كل هذا محاولة لرفع لمعنويات الجماعات الإرهابية المسلحة أنكم غير متروكون، أن هناك قوى دولية تدعمكم. وهذا كله هراء في البداية والنهاية. الكلمة الفصل والأولى هي للجيش العربي السوري على الأرض، لأنه هو من يحرز التقدم وهو من يحرز الانتصار. نعم، وهذا ما أكده المواطنون اليوم في لقاءات أجرتها مفادة الإخبارية السورية إلى دمشق. شددوا على أن التصعيد الإرهابي هو تعبير عن يأس مشغلي تنظيمات التكفيرية جراء تقدم الجيش العربي السوري والحلفاء على عدة محاور. نحن الآن في قلب العاصمة السورية دمشق، ومنذ ساعات الصباح الأولى عملت الجهات المعنية على إفشال ثلاث محاولات إرهابية حاول الإرهابيون من خلالها زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة السورية دمشق. ورغم ذلك يشدد السوريون اليوم على الصمود والتحدي بوجه المحاولات الإرهابية المتكررة والفاشلة، وذلك في ظل تقدم الجيش العربي السوري والانتصارات المتلاحقة. هذه المحاولات صار لهم هلق 6 سنوات بيحاولوا يدخلوا العاصمة، وبفضل قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري عم يحبطوا كل الأعمال الإرهابية اللي عم تستهدف المواطنين المدنيين الآمنين. ما نخافين لا من إرهابي ولا بنخاف منه نهائيا، والله حامي سوريا. نحن مو هاممنا، مع أنه جايين على طريق سفر يعني، وسمعنا فيها والحمد لله، وليكنا جايين ومحل ما بيتي أنا عن طريق أنا بيتي بالدويلعة، وهلا عم يحكوا معي، وقلت له مو فرقاني معي ونازلة على البيت. نحن بفضل الجيش وفضل الشعب الصامد ان شاء الله صامدين، وان شاء الله بدنا ندحرهم باذن الله. سوريا بتضل هي سوريا، سوريا بلد الامان والامن والامان. ما بيقدروا يساووا غير هيك، يفجروا السيارات ويهربوا يبعدوا يعني. هالامنين شو ذنبهم؟ واللي عم يشتغل واللي عم يامن لقمه عيشه للاولاد، يعني ما ذنبهم شيء. نحن صامدين باذن الله، وامنا بالله كبير، ونطلب الفرج من الله علينا وعلى الجميع باذن الله. خذني لانه الارهابيين انتهوا بالنسبه لسوريا، وان شاء الله ايامهم معدوده، فبدهم يفجروا، بدهم يشتغلوا بالتفجيرات. هلا ما عاد يطلع بايدهم غير التفجير. بشكل عام باذن الله صامده سوريا، ونحن باذن الله بعونه تعالى ما مخاف. اعود اليك دكتور راضي، اذا تعليقك على ما جاء في التقرير والذي يعبر عن صمود السوريين حتى تحقيق الانتصار. نعم سيدتي، حقيقه يعني مؤثر جدا هذا الكلام. هذا سر انتصار هذا الشعب العظيم، هذا سر انتصار هذا الجيش العظيم، الجيش العربي السوري. هذا الشعب الخلاق المبدع الذي يرفض أن يموت، الذي يبدع الحياة، يصنع الحياة، حقيقة لا يمكن قهره، لا يمكن، لإرادته هي التي سوف تنتصر، لا يمكن لإرادة المرتزقة، ولا يمكن لإرادة الخونة والعملاء الذين يعملون على القطعة والذين يعملون على الاستثمار في الدماء والقتل والإرهاب، لا يمكن لها لإرادتهم أن تنتصر، لأنها إرادة مرحلية، إرادة اللص، إرادة السارق، إرادة المجرم، هي إرادة ضعيفة أمام إرادة هذا الشعب المتجذر الحضاري العريق الذي لا يمكن أن تكسره لا الحروب ولا خاضت سوريا عبر تاريخها حروب دفاع وطنية كانت منتصرة في كل هذه الحروب. نحن طردنا المستعمرين القدماء والمستعمرين الجدد، طردنا العثمانيين وسنطرد أحفادهم أيضا. هذا الشعب لا يمكن أن يندحر، هذا الشعب خلاق ومبدع وجبار، وقيادته أيضا جبارة. هذا السر قوة وانتصار وعظمة هذا الرجل الذي يقود هذا الشعب العظيم الدكتور بشار الأسد.
نعم، أعود إليك أستاذ مهند بالحديث عن استحقاقات المقبلة الخارجية الكازاخستانية. قالت بأن الدول ضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا تخطط لعقد اجتماع لجنة العمل المشتركة يوم 3 تموز قبيل اجتماع أستانا بطبيعة الحال. هل يمكن أو هل سيخرج هذا الاجتماع بنتائج حول القضايا المطروحة في ظل الاشتباك القائم وهذا التصعيد الذي نشهده اليوم؟ طبعا أنا متفائل كثير بهذا الاجتماع، لأننا إذا قرأنا الموضوع بشكل واقعي وعلى الأرض، بما أن الغرب كله الطريق إلى عقده شهدت أكثر من تأجيل بسبب صحيح العرقلة التركية. صحيح، بسبب العرقلة التركية، ولكن الآن التصعيد الأمريكي هو يطمئننا أكثر، بما هذا يعني أننا نملك الأوراق على طاولة المفاوضات الأقوى، نحن نملك الأوراق الأقوى. وهذا المؤتمر بشكل عام هو لتثبيت وقف إطلاق النار، وخاصة في مناطق وقف التصعيد، المناطق الأربعة لوقف التصعيد. طبعا هناك دائما خروقات من الجماعات الإرهابية المسلحة في هذه المناطق، وخاصة في المنطقة الجنوبية من الجمهورية العربية السورية. ولكن هذا المؤتمر بشكل عام أنا متفائل به، أنا متفائل بالمفاوض السوري، وإن شاء الله سوف يخرج بنتائج إيجابية أكثر تثبت وقف إطلاق النار، لأن تثبيت إطلاق النار فيه مصلحة للدولة السورية وللجيش العربي السوري. فنجاحه ولو بجزئيته الصغيرة في الفترة الماضية أتاح للجيش العربي السوري التفرغ لحربه ضد داعش وتحرير كل هذه المساحات الواسعة من أراضي الجمهورية العربية السورية. بالإضافة إلى ذلك، الجانب السياسي هو في البداية والنهاية يكسبني ورقة من أجل إنهاء الحرب على سوريا وسد الذرائع أمام الغرب من أجل منع التدخل الخارجي، من أجل إيقاف التدخل الخارجي، من أجل إيقاف الاعتداءات التي تحصل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ومن أجل تحقيق النصر ومصلحة الشعب العربي السوري في ذلك. نعم، وأنقل الأفكار التي ذكرتها إلى الدكتور راضي. هل تشارك أستاذ مهند تفاؤله باجتماع أستانا المقبل وبالنتائج التي يمكن أن يخرج بها، أم أننا سوف نكون معرقلة جديدة من قبل أدوات الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن أن تكون عبر تركيا؟ أشاركه بالتفاؤل، التفاؤل المستمد من انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه على الأرض، لكنني غير متفائل في المؤتمرات السياسية، لا في الأستانة ولا في جنيف. حقيقة هذه المؤتمرات ستكون جولات عادية كجولات التي مضت. طبعا سوف تضع الولايات المتحدة الأمريكية دائما العصي في العجلات. المفاوض السوري مقتنع بهذه الحقيقة وهو على إدراك كامل و بالألعاب التي يمكن أن يمارسها حلف العدوان على سوريا في السياسي كما في العسكرة، وكما سننتصر في الميدان سننتصر أيضا في السياسة. لكن حقيقة هذا الموضوع لا يمكن التحدث عن انتصار نهائي إلا مع دحر آخر إرهابي موجود على أرض الجمهورية العربية السورية من وسحقه، وهذا لا يمكن أن يتم أيضا إلا إذا ما تم فرض ذلك على حلف العدوان، قطع التمويل والتسليح والتدريب والكف عن إشعال الحروب. حقيقة الحلف المناهض للولايات المتحدة الأمريكية ناشئ ويتقدم بقوة من الصين، من موسكو حتى بكين حتى جنوب أمريكا، البريكس، مجموعة البريكس. كل هذه التغيرات في الاقتصاد سوف تفرض تغيرات في السياسة وفي العسكرة، سوف ينكسر القطب الواحد الأمريكي المتعجرف والمتغطرس، فلسفة السارق أو اللص أو التاجر الذي يريد أن يهيمن ويسطو على ثروات الآخرين من خلال الترهيب ومن خلال الزعرنة ومن خلال التهديد. هذا الأمر لن ينجح على المدى المتوسط والبعيد. نحن نخوض حرب دفاع وطنية كبرى ستفرض تغييرات في الإقليم وفي العالم أجمع، وبالتالي لا يمكن أن قياسها بالشهور والسنين القليلة. هذه الحرب عندما التي سوف تنتهي بانتصار الجيش العربي السوري وبانتصار سوريا الساحق سوف ترسم معالم المنطقة
إلى 100 عام قادمة، وبالتالي لا يمكن أن تقاس بسنوات قليلة. نعم. قبل أن نعم لو سمحت لي أن أنقل الفكرة التي ذكرتها قبل أن أنتقل لنناقش الملف الثاني دكتور راضي إلى الأستاذ مهند. يخالفك الرأي دكتور راضي، يقول بأن الاستحقاقات المقبلة سواء اجتماع أستنا أو جنيف حتى لن تخرج بنتائج لأن الظروف غير ناضجة بعد لإنجاز الحلول. تعليقك قبل أن أنتقل إلى الملف الثاني. صحيح الظروف غير ناضجة سياسيا طبعا، ولكن أنا متفائل من الناحية أنني الأقوى. عندما يصعد الغرب كل هذا التصعيد ونحن ذاهبون إلى مفاوضات، هذا يعني أولا في البداية والنهاية أنني الأقوى على الأرض، هذا مدعاتي للتفاؤل. ولكن أنا واثق بأن المفاوض السوري قوي وقادر على إحراز نصر، كما الجيش العربي السوري قادر على إحراز النصر في الميدان. فأي نصر سياسي بطاولة المفاوضات قد يوفر علينا كثيرا من الدماء وكثيرا من الدمار الذي قد نتكبده نتيجة محاربتنا لهذا الإرهاب. فأي ورقة وأي تفاهم وأي اتفاق مع هذه الجماعات الإرهابية المسلحة سيوفر علينا الكثير، يوفر علينا المجهود والوقت والدماء في آن واحد. نعم، أشكركم ضيفينا الكريمين وندعوكم للتفضل بالبقاء معنا لنناقش بقية ملفات الحدث إنما بعد الفاصل. Great risks to build and keep weapons of mass destruction. We know he's got chemical weapons, including members of Al-Qaeda. Weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. Weapons of mass. Absolutely a fact. He has weapons of mass destruction. 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 Game changer. Just chemical weapons on a small scale. Chemical weapons. Chemical weapons. يؤكد مركز التنسيق الروسي بحميميم أن الجيش السوري لم يستخدم السلاح الكيميائي في عين ترمى بريف دمشق. ومصدر دبلوماسي روسي يشير إلى وجود مجموعة من ضباط المركز مساء السبت في حي الكباس المجاور لعين ترمى، أكدت أنه لم يتم هناك رصد لأي استخدام للأسلحة الكيميائية. موقف روسي يسلط مجددا الضوء على الحقيقة التي كان بيان قيادة الجيش والقوات المسلحة قد أعلنها في بيان، شددت على نفي كل هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، مشددا على أنها لم تستخدم أي أسلحة كيميائية في السابق ولن تستخدمها في أي وقت لأنها لم تعد تمتلكها أصلا. محاولات لافتعال سيناريو كيميائي جديد لتقديمه كذريعة في خدمة السياسات الأمريكية التي تحاول يائسة التغطية على هزيمة مشروعها الإرهابي في سوريا والمنطقة. مرة أخرى تتهاوى افتراءات الإدارة الأمريكية وعملائها من التنظيمات الإرهابية فيما يخص ادعاءات استعمال السلاح الكيميائي في سوريا. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أكدت أن الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع الإنترنت التابعة للمجموعات الإرهابية حول استعمال الجيش العربي السوري لغاز الكلور ضد إرهابي ما يسمى فيلق الرحمن في عين ترمى هي أنباء كاذبة وعارية من الصحة. قيادة الجيش شددت أنها لم تستخدم أي أسلحة كيميائية في السابق ولن تستخدمها في أي وقت لأنها لم تعد تمتلكها أصلاً، مؤكدا أن هذه الأكاذيب والروايات الملفقة أصبحت مكشوفة ولم تعد تنطلي على أحد وتقوم بفبركتها المجموعات الإرهابية لتبرير هزائمها وخسائرها الكبيرة التي تمنى بها كلما تقدم الجيش العربي السوري. محاولات لتشويه صورة الحقيقة تتجدد للتغطية على هزيمة المشروع الإرهابي في سوريا
والذي يتلقى ضربات قاسمة على وقع عمليات الجيش والحلفاء. مركز التنسيق الروسي بحميميم قال إن الجيش العربي السوري لم يستخدم السلاح الكيميائي في عين ترمة، موقف يضاف إلى تصريح مصدر دبلوماسي روسي أشار إلى أن مجموعة من ضباط مركز حميميم كانت تعمل مساء السبت في حي الكباس المجاور لعين ترمة، أكدت أنه لم يتم هناك رصد أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل القوات الحكومية لا من هذه المنطقة ولا من المنطقة المجاورة لها. المصدر قال إن الجانب الروسي قد جمع الأدلة القاطعة التي تثبت استخدام الإرهابيين للأسلحة وذخائر الأجنبية في سوريا، موضحا أن الضباط الروس قاموا بتصوير شظايا المعدات العسكرية والذخائر على الأرض مع أرقامها التسلسلية. إذن نجدد الترحيب بضيوفنا الكرام. ضيفنا في استوديو الحدث الأستاذ مهند حاج علي عضو مجلس الشعب، مرحبا بك من جديد أستاذ مهند، وعبر خدمة سكايب من برلين الدكتور راضي اسكندر، تحية لك من جديد دكتور راضي، وعبر الهاتف ينضم إلينا من بيروت الدكتور حسام مطر الباحث في العلاقات الدولية، تحية لك دكتور حسام. أهلا بك دكتور حسام. أبدأ معك وأبدأ من تصريحات زخاروفا قبل قليل، قالت بأن حملة التضليل الإعلامي حول استخدام الكيميائي في سوريا بدأت كما توقعنا، وقالت نتوقع المزيد من الفبركات لأن مخرجي السيناريو الاستفزازي يعدون لحملة واسعة النطاق ضد سوريا. ما الذي يتم الأعداد له دكتور حسام، ولماذا العودة من قبل واشنطن لهذه الأكاذيب التي باتت مفضوحة؟ عادة كان يحصل هذا التدخل الأمريكي أو هذه الدعاية الأمريكية عندما يحصل هناك تحولات في الميدان، أو عندما يعتقد الأمريكيون أنهم بحاجة إلى تدخل ميداني لتحفيز تحول ما أو لإيقاف تحول يجري. اليوم يعتقد الأمريكيون أن مسار المعركة في سوريا هو دخل في منعطف يؤسس ويظهر الدولة السورية وحلفائها باعتبارهم اللاعب الأقوى، وأنهم تمكنوا من القيام بإنجازات ميدانية كبيرة جدا، وأنهم أنجزوا الشق الأكبر من العبء الميداني، وأن هناك تحول كبير جدا خاصة مع وصول قوات الجيش السوري والحلفاء إلى الحدود العراقية من ناحية، وأيضا إلى مشارف محافظة دير الزور من ناحية أخرى. أعتقد هذه التحولات الميدانية مع الفشل في تحقيق أي خرق في الجنوب السوري هي لا تدفع الأمريكيين إلى محاولة اختلاق ذرائع تتيح لهم مزيد من الأدوار الميدانية لتعديل الكفة في الميدان. هنا يتدخل اللاعب الروسي ليقول للأمريكيين بكل وضوح أنه هو جزء من هذه المعركة وهو جزء من التوازن، وأنه كروسيا المعني الأساسي بوضع حد ورسم خطوط حمر للعدائية الأمريكية وللمغامرة الأمريكية، وهذا أمر مفيد جدا لأنه الأكثر قدرة اليوم على ضبط اللاعب الأمريكي هي روسيا إلى جانب إيران بالتحديد باعتبارها قوة كبرى قادرة على لازالت لديها من الموارد ما يمكنها من ضبط وكبح العدائية الأمريكية. فالتوقيت الأمريكي مرتبط مباشرة بالتحولات الميدانية، وهي تحولات بطبيعة الحال لها تداعيات سياسية. الأمريكيين يعتقدون أن الوقت ينفذ وأن الأمور ذهبت بمسار مختلف تماما، بالتحديد من نقطة الوصول إلى الحدود العراقية من قوات الجيش السوري وحلفائه، وأيضا دخول إلى محافظة مشارف محافظة دير الزور، وارساء يعني وبدء ارساء الاستقرار في مناطق واسعه من سوريا دخلتها الحرب منذ عام 2011. نعم، اعود اليك استاذ مهند بالافكار التي تحدث بها دكتور حسام. بناء عليه بعد ان خسرت واشنطن اوراقها في الميدان بعد وصول الجيش السوري الى الحدود العراقيه وهذا الوصل بين بغداد ودمشق، هل كل الحاصل اليوم وهذه الحمله التضليليه وهذه الاكاذيب المكشوفه هي تمهيد لعدوان جديد من قبل واشنطن؟ في الحقيقة أنه موضوع الكيماوي أو الملف الكيماوي السوري هو ملف قديم وليس بالجديد، فمنذ عام 2002 و2003 عندما رفض السيد الرئيس ضرب مواقع عراقية من الشواطئ السورية، وجاء وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية كولين باول وهددنا شخص يعني وهدد الدولة السورية كلها بالعام، بعد أيام قليلة يخرج علينا المسؤولون الأمريكيون ويقولون أن الجمهورية العربية
العربية السورية أو قوات الجيش العربي السوري تقوم بتجارب على أسلحة كيميائية. هذا الكلام في عام 2003. ثم تصاعد الموقف في بداية الحرب على سوريا. كان هناك مخطط مدروس. طبعا الهدف كله من الأساس في الاستراتيجية هو تقسيم هذه المنطقة وتبرير التدخل الأمريكي والدخول العسكري الميداني للولايات المتحدة الأمريكية. هم يعلمون أن سوريا لديها قوة رادعة عسكريا وأن خسائرهم سوف تكون فادحة إذا كرروا سيناريو العراق. لذلك لجأوا إلى هكذا حل كالبروكسي وور والحروب البديلة. نعود إلى الملف. فاستخدموا هن واستثمروا بموضوع الكيماوي. ففي بداية الحرب على سوريا كان هناك من المقرر أن الدولة السورية سوف تسقط خلال 6 أشهر وبحجة أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد حماية المخزون من الأسلحة الكيماوية الموجود في سوريا سوف تتدخل لإنزال الفرقة 101 والفرقة 82 تحديدا المحمولة جوا أمريكيا إلى أراضي الجمهورية العربية السورية بحجة حماية هذه المستودعات. طبعا السلاح الكيماوي نحن نعترف فيه هو كان موجودا لدى سوريا كسلاح ردع. نحن بجوار كيان محتل غاصب هو الكيان الإسرائيلي ويملك آلاف الرؤوس النووية آلاف. فمن حقنا نحن أن نمتلك سلاح رادع له. ولكن فيما بعد بتطور أنواع الأسلحة السلاح الكيماوي سيدتي الكريمة ننتقل إلى الناحية العسكرية كما أفاد الدكتور وكما أفاد مركز حميمين هو سلاح غير مضبوط. أنت يعني عسكريا لا نستطيع أن نضبط هذا السلاح أن نرمي هذا السلاح على منطقة محددة. هو ينتشر وينتشر مع الهواء لذلك فقد فعاليته. لذلك لجأت الجيش العربي السوري لتغيير سلاح الردع لديه وبدأ يعتمد على السلاح الصاروخي غير الكيميائي. نعود إلى التهديدات الأمريكية بعد سقوط الدولة السورية في بداية الحرب على سوريا. نعم. واستطاعت الدولة السورية أن تسيطر على مخزونها في عام 2004 في عام 2014 قامت قائمة الولايات المتحدة الأمريكية ولم تقعد حول الملف الكيميائي السوري. فأتت الدولة السورية أنا سلاح غير مستخدم ولا أرغب به وهو يستخدم كورقة ضدي. فشكلت لجنة وقامت الجمهورية العربية السورية والجيش العربي السوري بتسليم كامل المخزون الكيماوي الذي يبلغ بحدود من 1300 إلى 1000 تسليمه لوكالة حظر الأسلحة الكيماوية. وخرجت علينا السيدة سيغريد كاج بهذاك الوقت بتاريخ 24/6/2014 تحديدا وهي مبعوثة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وقالت أنها تشكر الدولة السورية على هذا التعاون والتعاون البناء والإيجابي. هذا الكلام في عام 2014 عندما اتفق مع الدكتور حسام ان الولايات المتحدة الامريكية تعود للملف الكيماوي كلما ارادت ان تغير مسار معين قادم. في عام 2017 في بداية عام 2017 عندما قام الجيش العربي السوري بصد هجوم جبهة النصرة كبير والواسع على مدينة حما واستعاد المناطق. مجرد دخول الجيش العربي السوري لمنطقة حلفاية ولمنطقة اللطامنة لجأت الولايات المتحدة الأمريكية لأكذوبة خان شيخون وأكذوبة كيميائي خان شيخون. ودعني أنقل هذه الفكرة إلى الدكتور راضي. دكتور راضي لماذا إذن عادت واشنطن اليوم لاستخدام نفس الذريعة وهي استخدام الأسلحة الكيميائية؟ الطبيعي سيدتي أن تعود إلى استخدام هذه الذريعة لأنها الذريعة الأخيرة الوحيدة المتبقية في ظل الفشل الذي منيت به عصاباتها على الأرض. تنظيم داعش يندحر، عصاباته تندحر على جغرافيا السورية، جبهة القاعدة الإرهابية الفرق الأمريكي أيضا يتراجع وفي يسقط أمام تقدم الجيش العربي السوري في غير مكان. أمام هذا الاندحار وأمام الاستحقاقات السياسية القادمة لابد للأمريكي من أن يغير في استراتيجية في الاستراتيجية التي يتبعها والتي يعتمدها، وهو الآن بعد اعتماد سياسة واستراتيجية الاعتماد على الأدوات واستخدامهم كبدلاء للدم الأمريكي وأيضا كاستخدام أيضا اقتصادي عسكري بدل الخسائر التي يمكن أن يمنع بها الهجوم أو العدوان الأمريكي المباشر على سوريا كما حدث في العراق وقبل ذلك في أفغانستان. هم أرادوا تخفيف الخسائر، أرادوا خوض حروب من دون خسائر حقيقة. هذه الاستراتيجية الآن تتهاوى وتسقط أمام انتصارات الجيش العربي السوري.
لذلك لن هم يريدون أن يتدخلوا بشكل مباشر، والتدخل بشكل مباشر يجب أن يكون مؤسس على الأقل لخديعة المزاج العام الدولي والأمريكي، ولإظهار هذا التدخل بوصفه تدخلا أخلاقيا بدل كونه تدخل إرهابي خارج عن الشرعية الدولية وخارج عن القانون الدولي. لإظهار هذا التدخل بوصفه تدخل أخلاقي لتبرير الجرائم والمجازر الإرهابية التي يمكن أن يرتكبها الأمريكي في سوريا. واسمح لي أن أنقل هذه الأفكار للدكتور حسام. دكتور راضي، دكتور حسام، هل هذا الحاصل اليوم بهدف الحصول على أوراق من قبل واشنطن قبيل عقد لقاء بين بوتين وترامب على هامش قمة العشرين، أم أن الحاصل هو تمهيد لعدوان جديد من قبل الولايات المتحدة؟ أعتقد حتى اللحظة بما شاهدناه خلال الأشهر الأخيرة لنستدل منها على السياسة الأمريكية، أن الأمريكيين حتى في عهد ترامب رغم الخطاب المرتفع جدا لازالوا حذرين جدا عند أي تدخل عسكري وعند أي عمل عسكري، بمعنى أن هذا القلق من توازنات القوى وهذا الإرباك وهذا التوجس لازال حاكما على الإدارة الأمريكية، يفاقم ذلك حجم الانقسامات داخل الولايات المتحدة الأمريكية بين جناحين، جناح يحاول التورط في سوريا تحت عنوان محاصرة إيران ومنع الدولة السورية من الخروج منتصرا للحرب، وتيار آخر يحاذر من الغرق في الوحل السوري. هذا الانقسام إضافة إلى الحذر الشديد وإلى الدروس السابقة التي تلقاها الأمريكيون منذ اجتياح العراق يبدو أنها تضبط العدائية الأمريكية، يعني رغم كل الضجيج لم يقم الأمريكيون إلا بضربات جدا محدودة في الشعيرات وفي منطقة المحيطة بالتنف، وكانت ضربات موضعية جدا رافقتها تصريحات أمريكية تشير بوضوح أن الأمريكيين ليسوا معنيين بالتورط في حرب داخل في سوريا. هذا ما يدفع القول أن الأمريكي حتى الآن بمجمل المعطيات يبدو أنه ليس هناك قرار بتدخل عسكري واسع في سوريا. الأمريكيون بأفضل الأحوال يقومون ببعض الضربات الموضعية إما لرسم خطوط حمراء في قضايا أساسية بالنسبة يعتبرونها أساسية، وإما لإرسال إشارة جدية إلى حلفائهم وإلى خصومهم، لكن التورط الكبير والعدوان الكبير الأمريكي في سوريا الآن أصبح أصلا بدون معنى، وقد قال فورد أن هذا الأمر أصبح اليوم وراءنا، لن يستطيع ترامب عكس عقارب الساعة. فليس هناك رغبة ولا إمكانية ولا إرادة أمريكية لتورط واسع في سوريا أو لهجوم واسع في سوريا. الأمريكيون يعملون وفق الضربات الصغيرة لبقاء ضمن المعادلة السورية. نعم. على الأرجح أن يتم استثمار أو محاولة استفادة من هذه التصريحات في الموضوع الكيميائي في إطار التفاوض مع روسيا على بعض القضايا التي يعتقد الأمريكيون أنهم اليوم بحاجة إليها في ظل انعدام خياراتهم العسكرية. فعلى الأرجح أن تستثمر هذه الحملة في الموضوع الكيميائي لمحاولة الحصول على بعض المكتسبات السياسية أو لتحسين الموقف التفاوضي لواشنطن مع روسيا. ويبقى احتمال ضربات محدودة جدا أمريكية وارد، لكن أيضا هذا محفوف بالمخاطر بالنسبة للأمريكيين، ولا يمكن يعني العمل بحرية في هذا المجال. أما عدوان واسع، أما تدخل أمريكي عسكري واسع، هذا ليس واردا. الأمريكيون ليس لديهم رغبة في هذا الأمر، لا يتحملون خسائر بشرية، التوازنات الميدانية سبقتهم، هم ليسوا قادرين اليوم على تحويل مسار المعركة. إن حاولوا ذلك هم سيصبحون جزء من الأزمة في سوريا وجزء أساسي من الحرب، وهذا يعني أن الأمريكيين سيتعرضون إلى خسائر فادحة، وهذا ما لا يحتمله ترامب ولا تحتمله الإدارة الأمريكية التي هي بالأصل منقسمة حول هذه الفكرة. فالتوظيف في أغلبه سيكون سياسيا في الضغط على روسيا بالتحديد في ملفات لها علاقة اليوم لها علاقة بالمسار السياسي، باعتبار أن المسار العسكري في سوريا دخل في مراحله الأخيرة، والآن اليوم يصبح النقاش السياسي سيصبح خلال الأشهر المقبلة سيصبح النقاش السياسي نقاشا حاميا جدا في الموضوع السوري. أشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا الدكتور حسام مطر الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذ مهند، هل توافق الدكتور حسام بأن كل هذه الحملة اليوم من قبل واشنطن وهذه الفبركات تأتي بهدف الضغط من أجل الحصول على أوراق في التفاوض في إطار المسار السياسي في التفاوض مع موسكو؟ صحيح،
أنا أتفق مع الدكتور حسام بهذا الموضوع، وحتى تحريك هذه القطعة البحرية التي تعتبر أكبر حاملة طائرات في العالم هي حاملة طائرات جورج واشنطن التي عفوا جورج بوش التي ترسل الآن في ميناء حيفا، هي تحمل 90 طائرة 5000 مارينز أمريكي، هي لا تشكل هذه الخطورة الكبيرة، وخصوصا على القوى الإقليمية الموجودة في المنطقة وحتى على الجيش العربي السوري. هذه الحاملة نفسها سيدتي الكريمة كانت موجودة في مياه الخليج منذ فترة، وكان مغاوير البحر الإيرانيين مشروع تخرجهم هو الغطس تحت هذه البارجة وكتابة عبارات وشعارات على غاطس هذه الحاملة نفسها بدون أن يشعر بهم الأمريكيون. فما هذه يعني ليست عسكريا هي ليست لا تشكل هذه الخطورة، وأنا أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها نوايا جدية أبدا في التدخل في سوريا، وهي لأنها تقدر حجم الخسائر والقوة الرادعة الموجودة لدى الجيش العربي السوري هذا في الأساس، هي فقط تحاول أن تشير إلى روسيا وإيران وإلى الجيش العربي السوري أن إسرائيل هي خط أحمر، وأن من أولويات ترامب هو أمن إسرائيل، وقد أعلنها الرجل منذ فترة. ولكن بشكل عام مثل ما تفضلت حضرتك، هي تحاول التلويح قدر الإمكان بمبدأ القوة من أجل كسب بعض المفاوضات ولشعورها بكسب شيء بالمفاوضات ولشعورها الأساسي أن الورقة السورية قد خرجت من يدها. هي ابتدأت الحرب على سوريا ولكن لم تستطع حتى الآن أن تحقق أي هدف من أهدافها المرجوة كأهداف تقسيم وغيرها. هي تحاول كما تفضل الضيف الكريم أن توجد 100 عسكري هنا موجودين في منطقة ما من أراضي الجمهورية العربية السورية، هذه خطوط عمراء ممنوع الاقتراب، هي محاولة للتقسيم، ولكن الجغرافيا السورية والشعب العربي السوري هو الذي يرفض التقسيم وهو الذي يرفض الانجرار وراء هكذا أمور، والجيش العربي السوري لهم المرصاد. لذلك بالنتيجة بالمحصلة الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق غاياتها المباشرة في الحرب على سوريا، لذلك هي تلجأ لمثل هذه الأفعال كضرب هنا أو ضرب هناك، تحريك بعض القطع البحرية. ولكن أنا بوجهة نظري أن هذا الموضوع قد نأخذه على محمل الجدية، ولكنه لا يشكل فرقا عسكريا عملاتيا على الأرض أو يعني لا. القطع البحرية المتحركة وغيرها لن تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في بشكل فعال، لأنها تعلم، لأنها لديها تجربة وخاصة بموضوع حاملات الطائرات في الفيتنام وغيرها في الحرب العالمية الثانية، عندما كانوا الطيارين الانتحاريين أو الاستشهاديين اليابانيين عندما كانوا يغرقون أساطيلها في مياه المحيط الهادي. فهي تعي تماما اقتراب هذه عسكريا، أنا أتحدث اقتراب هذه القطعة البحرية على هذه المسافة لا يعني خطر عسكري أنا بالنسبة لي، ولكنه هو محاولة للضغط السياسي لكسب أوراق ولإيجاد موطئ قدم في المنطقة وللحفاظ على أمن إسرائيل. وأقول ذلك إليك دكتور راضي، هل توافق أستاذ مهند الرأي بأن التصعيد الأمريكي الحالي سوف يبقى ضمن هذه الحدود، ضمن الحدود الحالية بطبيعة الحال؟ سيدتي حقيقة بغض النظر عن التوافق وعدم التوافق مع الأستاذ مهند أو مع الدكتور من بيروت، حقيقة قوة الردع السورية الروسية الإيرانية موجودة ومتوفرة على أرض على الجغرافيا السورية، وقوة الردع هذه يمكن أن تحول دون إمكانية شن عدوان أمريكي واسع على الجمهورية العربية السورية، ويمكن أن تعيد التفكير العقلاني للرؤوس الحامية. وقال لافروف قبل أيام دكتور راضي، قال سوف نرد بشكل مناسب على تهديدات واشنطن. تماما، هم لديهم إشارات حقيقية بأن هناك إدراك حقيقي أو هناك إرادة حقيقية للرد على العدوان الأمريكي المحتمل، لكن هذا العدوان يبقى محتمل. الولايات المتحدة الأمريكية لن تدخل إلى الميدان السوري اليوم وليس بفعل العدوان المباشر. الولايات المتحدة الأمريكية تقود عدوانا حقيقيا على سوريا منذ أكثر من 6 سنوات سيدتي. لا يمكن أن نقول أن هذا العدوان أن أمريكا تريد أن تنأى بنفسها أو تريد أن لا تريد التورط في العدوان على سوريا مباشرة أو غير مباشرة. الولايات المتحدة الأمريكية تقود عدوانا إرهابيا دوليا
مباشرا وغير مباشر ضد الجمهورية العربية السورية وحلفها منذ أكثر من 6 سنوات. هذه حقيقة لا يمكن تغييرها. ثم أن الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الاسطوانات التي تروجها في الإعلام الكيماوي وغيره، كل هذه الأساطير وكل هذه الدعايات وكل هذه الأضاليل هي تعرف بأنها مختلقة وتعرف بأنها كاذبة وتعرف بأن الجيش العربي السوري لم يستخدم الكيماوي ولم يستخدم هذا الكيماوي ولا يوجد لديه كيماوي الآن، كما لم يمتلك العراق أسلحة دمار شامل عندما شنوا وعندما وجدوا بكل سهولة ذريعة العدوان عليه. لكنهم يمكن أن يعتمدوا على هذه الزراعة التي هم من يخترقوها. لما ضربوا الشعيرات ولما ضربوا الجيش العربي السوري في قرب التنف، هم صرحوا قالوا بأن هناك ما يوشي بأن هناك ما يدل على أن الجيش العربي السوري يمكن أن يستخدم الكيماوي، فقمنا بتوجيه ضربة استباقية. والآن هم الآن يروجون في الإعلام هذه الأساطير. الباحث والمفكر الكبير السياسي الكبير الأمريكي سيمور هيرش فضح هذه الأكاذيب وهذه الدعايات الأمريكية، بل أثبت بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من نقلت غاز السارين عبر من مخزون الجيش الليبي السابق عبر العصابات الإرهابية وعبر قائد القاعدة في ليبيا الذي نصبه الناتو حاكما لليبيا بعد سقوط نظام القذافي إلى تركيا، ومن تركيا إلى عصابات القاعدة في سوريا والتي تم استخدامها. وقد أثبت أيضا بأن من خلال تقرير استخباراتي بريطاني في 2013 بأن الغاز السارين الذي استخدم في سوريا لم يكن مصدره المخزون المتوفر لدى الذي كان متوفرا آنذاك لدى الجيش العربي السوري أو لدى الجمهورية العربية السورية. إذن باتت مفضوحة، يعني حتى الكتاب الأمريكيين ونشاهد مقالات آخرهم كان كاتب الأمريكي سامر هيرش تحدث عن ذلك بالتفصيل. للأسف بأن وقتنا قد انتهى بالكامل. وليس فقط سيمور هيرش، أيضا هنا بروفيسور ألماني على في غاية الأهمية جونتا مايا أيضا فضح هذه الأكاذيب وهذه الدعايات والأساطير التي يروجها الإعلام التي تعمل على فبركتها واشنطن. أشكرك جزيل الشكر الباحث في الشؤون السياسية الدكتور راضي اسكندر، كنت معنا عبر خدمة سكايب من برلين. الشكر موصول لضيفنا في الاستوديو عضو مجلس الشعب الأستاذ مهند حاج علي. شكرا جزيلا لك أستاذ مهند. ننتقل مباشرة إلى فاصل، ومن بعدها نذكر بأبرز العناوين. تذكير بأبرز العناوين. الداخلية تقول إن الجهات المختصة فجرت سيارتين مفخختين في عقدة طريق المطار بدمشق وحاصرت الثالثة التي قام إرهابي يقودها بتفجير نفسه. بفضل قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري عم يحبطوا كل الأعمال الإرهابية. نحن بفضل الجيش وفضل الشعب الصامد إن شاء الله صامدين. المواطنون يشيدون بجهود القوى الأمنية ويؤكدون على حتمية دحر الإرهاب. وكان في ملفات الحدث أيضا المحاولات لفبركة سيناريو لاستخدام الكيميائي في عين درمة تتهاوى أمام الحقائق في مشهد يسقط مجددا رهانات رعاة الإرهاب. الرحمة مجددا على أرواح جميع الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من استوديو الحدث. في الختام لكم تحيات فريق العمل. في أمان الله.